المخابرات الأمريكية في قلب روسيا أخطر عملية لسرقة أسرار الصواريخ S-300. آخر الاتحاد السوفيتي كان في سباق تسلح كبير جدا انتهى بانهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي وانتصار أمريكا، والبعض قال إنها نهاية التاريخ، أمريكا تسيطر على العالم وعلى حركة التاريخ. جزء من سباق التسلح في آخر الاتحاد السوفيتي وأوائل روسيا يلسن هو منظومة الدفاع الجوي الصاروخية اللي هي باتريوت في أمريكا وإس 300 في الاتحاد السوفيتي ثم روسيا. الأمريكان كان عندهم قلق لأنهم شايفين أن صواريخ باتريوت مش بالقوة الكافية لمنافسة إس 300. حسب بعض الدراسات البعض بيقول لا، باتريوت أقوى من إس 300، إنما تبقى لمصادرنا اليوم إن كان في قلق أمريكي في ذلك الوقت أوائل التسعينات إنه باتريوت مش بقوة إس 300، وبالتالي لابد من خطة ما إن هم يجيبوا بيها صواريخ إس 300 ويدرسوا إس 300 ديت إيه تميزها وإيه تفوقها وليه هي بهذا التميز على صواريخ باتريوت أو سبقاها ببعض المسافات في بعض نظم التوجيه أو بعض النظم القتالية. بناء على ذلك المخابرات العسكرية الأمريكية اللي هي وكالة الاستخبارات في البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، وكالة الاستخبارات العسكرية عملت خطة أنها بموجبها لابد أنها تاخد نسخة من صواريخ إس 300 الروسية. الخطة دي قامت على أنهم يدفعوا رشوة، ودفعوا رشوة كبيرة جدا لاثنين موظفين، موظف روسي موجود في مركز أبحاث لهذه الصواريخ وموظف روسي موجود في مكتب تصميمات لهذه الصواريخ، فكده يبقى عندهم معلومات كتيرة جدا من مركز أبحاث هذه الصواريخ ومكتب تصميمات هذه الصواريخ. الاثنين موظفين قبضوا هذه المبالغ وإدوا معلومات عن الصواريخ الروسية إس 300. في نفس الوقت وكالة الاستخبارات الأمريكية خلت محاولات أخرى سواء سرقة أو شراء صواريخ إس 300 من بيلاروس اللي هي روسيا البيضاء ومن كازاخستان. الاثنين دول كانوا جزء من الاتحاد السوفيتي والاثنين دول عندهم إس 300. يبقى إذن الخطة مرة أخرى باختصار إن يدفعوا رشوة لاثنين موظفين مهمين هيدوهم معلومات ويروحوا دولتين كانوا قبل كده في الاتحاد السوفيتي وعندهم إس 300 ياخدوا منها نسخة الصواريخ وياخدوا بقى الصواريخ يدرسوها بقوة وبناء على ذلك يشوفوا نقاط قوة الصواريخ دي إيه ونقاط ضعف باتريوت إيه، وبعد كده تتجاوز باتريوت إس 300 بكثير. إلا إن هذه الخطة فشلت. ليه؟ لأن الروس عرفوا أنهم أخذوا من روسيا البيضاء ومن كازاخستان وقبضوا على الاثنين موظفين المرتشين اللي هم إدوا معلومات كبيرة جدا للأمريكان، وقام الروس بإبطال الشاشات وإبطال نظم التوجيه ونظم المعلومات في هذه الصواريخ، وبالتالي لم تستفد أمريكا شيئا من هذه المحاولة التي فشلت. كاتب روسي هو محلل عسكري كان جزء من تحقيقات مع الاثنين موظفين دول، كتب مقال هذه الأيام في الصحافة الروسية قال فيها هذه القصة، إنما قال كمان إن الأمريكان نجحوا في المحاولة الثانية. ما هي المحاولة الثانية؟ راح الأمريكان لمسؤول عسكري روسي كبير، جنرال كبير في وزارة الدفاع الروسية، دفعوا له رشوة كبيرة جدا. هذا المسؤول وافق ان هو يقنع الرئيس يلسن ان هو يدي الامريكان صواريخ اس 300. طيب ازاي هذا الجنرال يقنع الرئيس يلسن بان الامريكان اللي هم اعداء او منافسين يفترض حتى في ذلك الوقت ياخدوا صواريخ اس 300؟ اقنعه بايه؟ قال له هم هيدونا فلوس كتيره جدا، الصفقه كانت ب 140 مليون دولار، ناخد ال 140 مليون دولار ونطور صواريخنا الاس 300.
هم على ما يفهموا احنا بنعمل ايه هيكون احنا اصلا طورنا جيل جديد من الصواريخ اس 300 بفلوس الامريكان نتيجه ان احنا نبيع لهم نسخه من اس 300. يلسن وافق وفعلا راحت صواريخ اس 300 الى الامريكان. طبعا ده كلام بينشر لاول مره، واول مره نسمع ان الامريكان خدوا صفقه صواريخ اس 300 بموافقه يلسن، وان الصفقه كانت بهذه القيمه 140 مليون دولار. الكاتب الروسي بيقول اللي هو كان بيحقق قبل كده مع الاثنين الموظفين المرتشين دول، بيقول انه عمليا روسيا خدت 40 مليون دولار و100 مليون دولار تقريبا كانت عمولات ورشاوه للناس اللي في النص، انما اللي دخل الميزانيه الروسيه حوالي 40 مليون دولار من ال 140 مليون دولار الامريكيه. واخد الامريكان صواريخ اس 300 ودرسوها وطوروا الباتريوت بناء على المعلومات الجديده اللي اخذوها من صواريخ اس 300. من هذا الحديث ما يلي: نمره واحد، انه العلم هو سيد الحرب، وبالتالي لما هم حبوا يتجسسوا او ياخدوا معلومات راحوا لمهندس في مكتب تصميمات ولي عالم في مركز ابحاث، هم دول اتنين موظفين اللي خدوا رشاوه علشان يدوا معلومات. العلم دلوقتي هو سيد الاعمال العسكريه والمدنيه على السواء. نمره اتنين، ازاي الجنرال اقنع الرئيس يلسن، وهو جنرال عميل ومرتشي اخذ فلوس، ازاي اقنع الرئيس يلسن ان هم يبيعوا الصواريخ؟ طبعا مش هيقول له ندي الصواريخ للروس عشان اخذت فلوس، انما برضه أدار الموضوع بطريقة فيها درجة من الدهاء، لابد من الإقناع حتى في ظل إن الأشخاص بيكونوا بيشتغلوا لصالح جهات أخرى. فقال له إحنا هناخد الفلوس نطور بيها نعمل جيل جديد، هم يعني هيعملوا إيه؟ فهنا بنشوف طريقة للإقناع هي طريقة خادعة وكاذبة تماما، لأن ده كاذب وعميل وكان بيشتغل لحساب الأمريكان في ذلك الوقت. كمان بنشوف نموذج للقيادة الفاسدة والفاشلة بوريس يلسن، اللي هو لا طلب ان يدرس الموضوع او يستشير جنرالات اخرين او يقعد سنه او اثنين او ثلاثه يفكر في هذا الامر او نتائج ده ايه، انما وافق على فور لهذا الجنرال وسلم الصواريخ الى الامريكان. والنقطه التاليه، انه الفساد في عصر يلسن خلى حتى المنطق المالي غير سليم او غير مفيد، لان 40 مليون بس دخلوا الميزانيه والباقي عمولات ورشاوه. النقطة الأخيرة والمهمة، ليه دلوقتي الروس بيتكلموا عن هذا الموضوع؟ ده معناه إن صواريخ اس 300 اللي موجودة في سوريا الإسرائيليين والأمريكان أو الأمريكان وبالتالي الإسرائيليين عندهم معلومات عن صواريخ اس 300، لأن هم قبل كده أخذوا هذه الصواريخ ودرسوها كويس جدا. فهل هذا الكلام معناه إن هذه الصواريخ بعض معلوماتها عند الأمريكان، وبالتالي تهديد إسرائيل بقصف صواريخ اس 300 في محله، وإن ده ممكن يكون أمر جاد نتيجة القضية القديمة اللي احنا اتكلمنا عنها، ولا يا ترى دي رسالة أخرى إن رغم إن الأمريكان أخذوا أسرار اس 300 وأخذوا صواريخ اس 300 إلا إن الروس قادرين إن هم يغيروا في نظم التوجيه، وبالتالي كل المعلومات اللي عند امريكا مش مفيده، وان هم عندهم دلوقتي منظومه صواريخ اس 300 في سوريا لكن لا يمكن لاسرائيل ولا لامريكا قصفها بسهوله. ترى لماذا الان يتم الكشف عن ان صواريخ اس 300 اخذها الامريكان اوائل التسعينات من الرئيس يلسن؟ بغض النظر عن الاجابه الصعبه، فعلا لدينا قصة مثيرة جدا تم الكشف عنها، هو أن صواريخ اس 300 ذهبت إلى واشنطن بعد محاولة فاشلة في رشوة موظفين ما بين باحث ومهندس، محاولة ناجحة لرشوة قيادة عسكرية أقنعت الرئيس يلسن، ثم تم تسليم هذه الصواريخ في صفقة مالية تحيطها الشبهات إلى الإدارة الأمريكية. صواريخ اس 300 منظومة الدفاع الجوي الروسية تثير نقاشا كبيرا في المنطقة والعالم بعد نصبها للمرة الأولى على الأراضي السورية.